واضح ان السلم ده بيطلع لتحت. اول ما خيرت بيه يجي هقول له. على فكره هاي زكي. اهلا. ايه مالك، حد من الولاد مضايقك؟ لا لا لا، ده انت مخلف ملايكه ما شاء الله. مالك شكلك موجوع كده، في ايه؟ لا في ده الخط الاحمر ده اصله ماسك شويه في القميص. مفيش حاجه، مفيش حاجه. امال شيرين وعمر فين؟ عمر في اوضته وشيرين ما خرجتش طول النهار النهارده الحقيقه، ما شاء الله عليها يعني. ما رضيتش اقول له. ها ماشي، ده في حاجات كتير لازم تتغير. في حاجات كتير قوي بتوجعني. زي ما اتفقنا، انا هخش افصل الكهرباء وانت تنط من على سور الفيلا وتخش عليه على طول تكتفه في اي حاجه، في السرير، في الكرسي، في الدولاب، في اي حاجه، وزي ما دخلت هتخرج. يلا. انا مؤاخذه انا سبتك تتكلم، بس انا ما قلتلكش الحمد لله والشكر لله انا توبت عن سرقه البيوت والنط في الفيلا. وتوبه مش عاديه، دي توبه نصوحه. من امتى؟ يعني من زمان. لو ما قلتليش ليه وانا جاي اكتب معاك العقد واتفق، جاي تحت الفيلا تقولي الكلام ده؟ ها؟ وتشال ايه؟ في المخدرات دلوقتي. انسى المخدرات وارجع حرامي ثانيه واحده. ما ينفعش والله يا عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنه وبعدين احول. يعني انت دخلت عالم البحار يا اخويا؟ حاول، هتحضر ماجستير في عالم المخدرات. انسى الحكايه دي وخليك بقى حرامي. امسك. طب افرض اتمسكت. تتمسك؟ اتمسك، انا اللي هوديك الاسم وساعتها هقربك. هتقربني من الاسم ده؟ انت كده وانت كده، ده انت غبي. يعني ايه اهربك من الاسم؟ خلاص خلاص خلاص. طب افرض اتضربت؟ لا من ناحية اطمن يا حسره اللي هيضربك. وعشان تطمن قوي اي الم حي. ايه مالك؟ انا معافيه. بقول لك اي الم. انت كده هتروشني يا عم سالم. انت جاي مضروب وخلقه في ايه؟ يعني كل الم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصاده. رايح فين؟ نزل السكينة. ايه ده؟ هي جريمة قتل. اجري انا اجري، مش عاوزك. على عالم المخدرات وعالم النيلة. سألت ايه؟ هنزل سكينة الكهرباء. بابي يا بابي، في حرامي فوق. شفت بينط من برجولة عمر. حرامي؟ انتوا متأكدين؟ انا شفت بعينيا. انا مشيتك منين يا زكي؟ ايه يا جماعة؟ صوتكم عالي، خير في ايه؟ بيقولوا في حرامي في البيت. حرامي؟ الحق بلغ البوليس على بال ما اطلع اجيب طبنجة. لا يا بابي ما تطلعش، في حرامي يا انكل سالم والنبي اطلب البوليس. بوليس ايه يا بنتي؟ ده على ما يجي البوليس كل حرامي سرق وهرب. مال اللي اسمه زكي ده فين؟ زكي في الحمام. يا فرحة امك بيك يا بنت. زكي اطلع بسرعة يا زكي. زكي ايوان. الحق يا زكي. ايوان اطلع بسرعة، ده في حرامي فوق. قولوا له جاي. انت بتعمل ايه ده كله؟ يا زكي زكي الحقنا يا زكي. ايه 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 في ايه؟ في حرامي فوق، اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي اديله كشاف يا مين ده؟ شوفي زومبري. هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي. اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زيد. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. أنا الحقيقة أنا ما كنتش عايز أطلع، بس هم الجماعة تحت مصرين إن أنا أطلع. قلت أشوفك جايز محتاج حاجة ولا بتاع. حرامي أوعى على أسمك. أوعى تتحرك. سبحان الله، ده أنا واقف بقالي ساعة بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا؟ ده يعني ما شاء الله عليك. ما أنا مش حرامي عادي. ايوه وانا برضه هسرق عادي. اتفضل نور لي كده. اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه. اخلص. وادي الساعه، ادي الساعه، وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي، سيب لي عنوان البيت. ويعني ما تعرضش نفسك المخاطر دي، سيب لي عنوان البيت وانا هجيب لك كل حاجه لغايه عندك. لغايه عندي؟ تضربني؟ تضربني؟ اجيب لك الحاجه سخنه وزي الفل، ما تخافش. تصرف يا سالم، بلغ البوليس. بوليس ليه؟ مزاكي قدها ودود بسعادتك دايما تقول عليه كده. خلينا نشوفه هيعمل ايه. صح يا انكل سالم. هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. شفنا جرام بروبلام كاسك الياه. عندك مزروع في الجنينه. انا هروح اشوف سكينه النول لاكون فلوس ضاربه ولا حاجه. مين؟ زكي ابن جهتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوه مومي. يا ابني ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الرابطه السودا
دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا يالا؟ انت مش كنت تبت؟ اه تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك، عارفه؟ لقرع؟ ايوه بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ما انا عارف، ما هو فطمني على كل حاجه يعني. هو انا كنت هسيبك تربطني كده؟ هو يعني هو انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا ابو. وانت كمان والله بتتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار اوسد، معقوله؟ لا ولا يهمك يا بيوم ولا يهمك، بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي يعني. عيب يا جدع انت، ده انا زودها لك. لا يا عم، هي مقدمه لوحدها. معلش يا ابو. وانت كمان يا زيكو. ابوسه يا والله وحشتني. بص هو انت مربوط كده؟ اه عادي. اه ماشي. بيت زلومتك يالا. بس افرض انا كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه، رحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم، ايه ده؟ انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم؟ مفيش، ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟ يا معفن جاي تسرق خيرك بيه. وصلنا كام دلوقتي؟ وصلنا 700 يا في 200. يبقى ليه عندك قلمين؟ ماشي. انت كمان قفلهم لباكو. باكو اضرب كمان، عايز اتوب. ما كنت تبت من تاني قلم وريحتني. كفايه زكي يا ابني، يا بختي من قدر وقف لي كده. خساره خسارة؟ قصدي خسارة في الضرب. ولو كفاية كفاية، هو مال سايب. خلاص انا هودي الاسم بايديا. بس خد بالك لحسن يهرب منك ولا حاجة. ها انا مكتفولك 600 حتة اهو. يهرب قدامي يا ابن الخايبة، اتنطط. يلا يا اخويا يلا. برافو عليك والله يا زكي، انا فخور بيك ومش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كان زماننا مسروقين ولا مدبوحين. عموما بكره اعدي على قفل المكتب. يلا ننام. وانا مش هنام ولا ايه؟ ماشي. ها اتفضل. ايه ده؟ دي مكافاه عاملها لك خير ربيه علشان مسكت الحرامي. طيب ما انا قبضت بالحرامي. نعم قبضت على الحرامي، يعني انا قبضت على الحرامي. وبعدين انا ما اقدرش اقبل حاجه زي كده يا جماعه، ده واجبي ده واجبي. خد يا زكي خد، دي حاجه بسيطه، حوافز يعني. مش عارف والله يعني اقول لكم ايه يا جماعه. يا نهار اسود، كل دي فلوس؟ انا يعني حضرتك ما تعرفش انا كنت محتاج الفلوس دي قد ايه. اصلا انا عندي اخت كبيره على وش جواز، وامي ست كبيره ما بتشتغلش. امك؟ اه امي. ايه امال ابوك فين ان شاء الله؟ عنده شلل اطفال؟ لا انا اصله ابويا ايدك منه القبر. ابوك؟ اصل ابويا راجل صاحب كاس، كل يوم يرجع لنا وش الفجر سكران طينه ومضروب كمان. ابوك؟ هو ايه يا سالم، هو انت تعرف ابوك؟ لا يا فندي ما اعرفوش، وده اللي هيجنني. بس واضح من كلام الفندي ان ابوه راجل ند، مش كده؟ عم سالم لو سمحت، انا ما بحبش حد يشتم ابويا. الله معلش. خلاص يا زكي اتفضل انت دلوقتي. ماشي يا فندم، ومشكرين قوي على الفلوس الجميله دي. سلام عم سالم. سلام عم سالم. السلام عليكم. السلام عليكم. بحبك انا بحبك. عن اذنك يا خير ربيه، هروح الحمام لحسن تعبان قوي هموت. لو استنيت اكتر من كده هنقط في كل حته، قصدي هجيني فوق طول واقف. عن اذنك. ايه ده؟ اخير يا قليل. طب هفهمك. فهمني. طب ده انا هاكلك. طب هديك 100 جنيه. انت مجنون، انا اجني منك. طب خد الفلوس كلها. هاخد الفلوس اوريك ان انا هاكلك. يا خيرت بيه. يا خيرت بيه. يا اسكت. خد تعالى اقول لك حاجه. خد. يا البطيخه اللي جنبك دي هتولد امتى؟ كلمنا بابا. ايوه مراتك في الشهر الكام؟ بابا بيقول لك انت في الشهر الكام؟ ما بعدش يا جيمي. ازاي ده انت عديت ال 11 بتهالي. يبقى خدها اديها للدكتور، شوف العطله جايه منين. حاضر يا بابا. السلام عليكم. اهلا بابا زكي. جه يا اولاد اللي بيصرف علينا. جبت جهاز اختك يا زكي ولا دي ازايز خمره الباباك العربيدي اللي بيبات في البارات؟ خلصت؟ لا ما خلصتش. انا نفسي اعرف فين الست والدتك الكبيره في السن اللي ما بتشتغلش. ماما
ماما ما ماتت يا بابا، انت نسيت ولا ايه؟ هنا ماتت وهناك بتسرح بالراجل يا قريب. ادى خلاص بقى، خلاص بقى اقعد بقى بابا، انت كل شويه هنقعد نجري. بص عليك اقعد بقى، ده انا جايب لكم حاجات حلوه قوي وحاجات كتير قوي، كل مستلزمات دي، شويه حاجات اهي يا اسريه اللي انت كنت كاتباها في ورقه على التلاجة، شفتي انا فاكر ازاي؟ ماشي. ودي ايه؟ ودي بص ودي بص يا بابا، دي عشانك. ايه ده؟ عشان مين دي؟ ايه ده؟ لا دي مش عشانك، انت كبرت دلوقتي على الحاجات دي خلاص. جبت لي يا زكي هنا، انت راخر ركز شويه. بص دي بقى يا جيمي، بص ده، بص عشان انا ايه فاهم كل حاجه. بص ده عشان ابنك ان شاء الله باذن الله. بص حلو ازاي. وبابا جبت لك بابا يا كاكا. كاكا يا بابا. يا سلام، يعني سبت الفاكهه كلها وما جبتش الا كاكا؟ بلاش الكاك، جبت لك حاجه تانية. بص دي، هو انا كنت فاكرها دوم، سالت عليها قالوا لي دي حاجه اسمها ايه، كيكي. كيكي؟ ايوه كيوي. كيوي كيوي يا ابو جهل. سبحان الله سبحان الله. بص بقى جبت لك ايه، نضاره بربريز في مية. خد. مش عاوز. اتفضل بقى. قلت لك مش عاوز منك حاجه. شكلك مكسوف. بس بقى خليها. طب خليها. خد الجراب ده بقى. سيب. ممكن تقبلي الولاعه دي هديه مني؟ ايه ده؟ اعمل بيها ايه؟ اكيد مش هتقمري عليها عيش يعني، بدل الكبريت وكده. انا ما بشربش سجاير. مال ابي السجاير اللي تحت البلكونه عندك في الاوضه دي تبقى بتاعت مين؟ دي تلاقيها بتاعت عم حسنين السواق. حسنين السواق؟ ايه ده، هو عم حسنين السواق بيحط روج برضو؟ بقول لك يا زكي. ايه ده؟ روح، انا مش خارجه النهارده. اروح؟ طيب انا كنت بعت لك رساله امبارح على المولودي. ارضيها؟ ايه مولودي ده؟ المولودي مش اللي انت بتتفرج عليها دي؟ مش دي المولودي برضو؟ امشي. طيب حاضر. امشي. لو ما دفعتش ثمن القهوة اللي شربتها، لو ما غسلتش كل هدومي اللي وسختها، انت على عمر. صباح خير. صباح النور. هو حضرتك اخته؟ لا انا صار